لمزيد من المتابعة تنضم إلينا من مدينة العالمين الجديدة مراسلة إكسترا نيوز مرنا عادل. مرنا برحب بك معنا طبعا إلى هذه الجولة والنشرة الإخبارية، مزيد من التفاصيل لديك ولو تنقل لنا الأجواء. تحياتي دانا، تحياتي مشاهدينا الكرام، نرحب بحضراتكم من ساحل البحر الابيض المتوسط بمدينه العالمين الجديده الساحر هنا، حيث سيتم استقبال ما يزيد عن 1,000,000 زائر كما ذكرتي دانا من كل انحاء العالم، من كل انحاء الوطن العربي سياتون الى مدينه العالمين الجديده في هذا الحدث الهام، وهو مهرجان العالمين الذي يعتبر الاكبر ليس فقط في مصر ولكن في الشرق الاوسط باكمله. هذه الفعاليات التي ستكون مستمره طوال موسم الصيف كما ذكرتي بداية من 21 يوليو حتى 26 أغسطس، هذه الفعاليات التي ستستمر طوال 45 يوما كل الأيام، ستكون فيها العديد من الفعاليات بداية مع الفعاليات الرياضية، ستكون هناك بطولات لكل الرياضات المائية إن كانت الرياضات الشاطئية كذلك كرة القدم الشاطئية التي سيكون لها بطولة خاصة سيحضرها ما يزيد عن 40 لاعب من نجوم هذه اللعبة، بطولات للباد وللتجديف ولمختلف الرياضات. سيكون هناك أيضا يعني العديد من الفعاليات الترفيهية منها مهرجان من خلال مهرجان العالمين، منها حفل توزيع جوائز العالمين أورس والذي سيعتبر الأكبر في الشرق الأوسط، كذلك أيضا موكب الفراعنة والذي سيضم 100 سيارة فاهرة ستجوب كل المناطق والأماكن هنا بمدينة العالمين، ذلك بخلاف أيضا يعني عرض أزياء سيضم أكبر مصمم الأزياء، أكبر 10 مصممي أزياء من كل الدول العربية في دوفيلي كبير سيحضره الكثيرون، كذلك أيضا مجموعة من الحفلات التي سيحييها نجوم الوطن العربي ميجا ستارز الوطن العربي والتي ستبدأ في 21 يوليو بحفل الميجا ستار تامر حسني. هي أجواء أكثر من رائعة الآن داخل مدينة العالمين، أجواء استعدادية بشكل كبير لهذا الحدث الضخم الذي سيضم ما يزيد عن 1,000,000 زائر. ولو أن مدينة العالمين الجديدة هي أحد مدن الجيل الرابع التي صممت لتستقبل أكثر من 4 ملايين زائر في ذات التوقيت، هي مدينة كبيرة مشيدة على مساحة ضخمة، نتحدث عن 48,000 فدان، كل الخدمات تتواجد هنا في المدينة، الأبراج الشاطئية التي تمتاز بها هذه المدينة كل الخدمات موجودة من خلال المولات والمراكز التجارية، أيضا المعارض السينمات، كل شيء يمكن أن يكون موجود هنا داخل المدينة. الآن مدينة العالمين الجديدة ترتدي حلتها الأجمل انتظارا لبدء هذا الحدث التاريخي واستقبال هؤلاء الزائرين واستقبال هذا العدد الكبير لتقدم لهم أفضل خدمة بالطبع وأفضل تجربة لا يمكن نسيانها. بالحديث عن ردود الأفعال هنا التي رصدناها منذ أن تواجدنا، ردود أفعال إيجابية للغاية، الكل متحمس لبدء هذا المهرجان، الكل بالطبع يعني منبهر من حجم التنظيم، من حجم الاستعدادات التي توجد الآن في مدينة العالمين لاستقبال هذا الحدث الهام الذي سيتواجد في 3 أماكن رئيسية داخل مدينة العالمين الجديدة، بداية مع المنطقة الشاطئية، أيضا المنطقة التاريخية، وأخيرا مدينة الفنون والتي بحد ذاتها تبلغ مساحتها تقريبا 260 فدان، بها دار أوبرا، بها مسرح روماني، بها أيضا مجموعة كبيرة من السينما، بها العديد من الخدمات التي بالطبع ستجعلها من أهم المقاصد اللي هيتم فيها عمل هذه الفعاليات. إذن دانا إجمالا الأجواء هنا أجواء رائعة، أجواء احتفالية بحد كبير واستعدادية جدا لاستقبال عدد ضخم مع بداية هذا المهرجان اللي هيستمر طوال الصيف كحدث ترفيهي الأكبر في الشرق الأوسط والوطن العربي. والعودة لك مرة تانية. أنا بشكرك طبعا، شكرا جزيلا زميلتي منى عادل على هذا الرصد وهذه التفاصيل والمعلومات، وبالتأكيد وبالطبع سنتابع معك كل ما هو جديد على مدار الأيام القادمة. شكرا جزيلا لك منى.